افتتح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح وحدة الطوارئ الميدانية في مشفى مبارك الكبير لاستقبال الحالات المشتبه فيها ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وقد تم بدء تشغيل وحدة الطوارئ التي تضم 22 سريرا لاستقبال الحالات المشتبه فيها، حيث أنشأت وزارة الصحة 4 وحدات مماثلة تم إعدادها وتجهيزها خلال 5 أيام.